السلام عليكم طلاب وطالبات العلوم الطبية المخبرية في جامعة الإسراء. اليوم إن شاء الله راح نستكمل شرح لمساق الدياجنوستيك هيماتولوجي علم الدم التشخيصي. تشابتر اليوم راح نبدأ في تشابتر 6 عن الهيموليتيك أنيميا أو أنيميا تكسر كرات الدم الحمراء. حنستعرض في بداية الشرح كيف بتم تكسر كرات الدم الحمراء بشكل طبيعي. بعد ذلك سنشرح إن شاء الله تكسر كرات الدم الحمراء بشكل مرضي. Normal red cell destruction. Red cell destruction usually occurs after a mean lifespan of 120 days. بعد 120 يوم من حياة كرات الدم الحمراء رح تتكسر بشكل طبيعي. بعد ذلك بيصير لها removed extravascularly by the macrophages. فبيكون مصيرها انه بعد تدمير كرات الدم الحمراء بعد ما تصل عمرها 120 يوم اللي هي نهاية حياتها تزال من الاكسترا تزال اكسترا فاسكولاري عن طريق الماكروفاجز للريتيكيولو اندوثيليال سيستم وطبعا خاصة النخاع والكبد والطحال يعني بيصير للريتيكيولو اندوثيليال سيستم خاصة في البوم مارو أيضا في الليفر والسبلين. بعد هذول 120 يوم وتحطم كرات الدم الحمراء بيعاد استخدام العديد من المواد النافعة للجسم حتى يبني كرات دم حمراء جديدة. تتحطم كرات الدم الحمراء إلى المركبات الأساسية للهيموغلوبين. طبعا كلنا عارفين زي ما شرحنا في علم الدم السريري انه الهيموغلوبين بيتكون من هيم وجلوبين. لما بتتكسر كرات الدم الحمراء بصير تكسرها بينتج هيموغلوبين اللي هو حسب الرسمة اللي عندكم بيطلق لنا الهيم والجلوبين. بالنسبة للهيم بيطلق الايرون والبروتوبورفيرين والجلوبين بعد ذلك بيصير له بروسيس انه بينطلق منه امينو اسيدز. خلينا نشرحها ستيب باي ستيب بناء على الصوره اللي امامكم. لما بيصير تحطيم للهيموغلوبين البريك داون اوف هيم فروم هيموغلوبين ليبريتس. الحين عندنا الهيم ايش بده ينتج عنه؟ بينتج عنه ايرون. بالنسبه للايرون for recirculation via plasma transferrin mainly to marrow erythroblasts. الحديد بيعاد إلى circulation بصير له recirculation عن طريق حمله بالترانسفيرين اللي هو حامل الحديد إلى المارو erythroblasts في نخاع العظم. الحديد بيعاد إلى الدورة الدموية بيحمل على حامل الحديد اللي هو الترانسفيرين حتى يصل إلى الإريثروبلاستس ويساهم في تصنيع كرات دم حمراء جديدة. لأنه الإريثروبلاستس بتكون موجودة في نخاع العظم بيجي الحديد هذا بيساهم في عملية تصنيع إريثروبلاستس جديدة فبالتالي الجسم بيعيد استخدام هذا الحديد. البروتوبورفورين اللي هو المنتج الثاني من الهيم بالنسبة للبروتوبورفورين بيصير له بريك داون تو بيليروبين بيتحطم إلى بيليروبين. البيليروبين سيركوليتس تو ذا ليفر وير اتس كونجيجيتد تو جلوكورونايتس. هذا البيليروبين بيروح على الكبد بيصير له conjugation مع شغلة اسمها glucuronides. بعد هيك بيصير له excretion into the gut via bile يعني بيصير له excretion للأمعاء الغليظة عن طريق انه بمر بالمرارة او بالصفرة and converted to ويتحول الى stercobilinogen وstercobilin. هدول المادتين بيصير لهم excretion انفيسز بصير لهم اخراج للستول. الستيركوبايلينوجين والستيركوبايلين بيحصل لهم بارشيالي ريابسوربشن ار بارشيالي ريابسوربت اند اكسكريتد ان يورين از يوروبايلينوجين اند يوروبايلين. هذول المادتين اللي حكينا بصير لهم عمليه اكسكريشن في الفيسز
بصير لجزء منهم reabsorption ويخرجوا في اليورين بشكل يوروبيلينوجين and يوروبيلين. لو اتبعنا الستبس على الرسمة ممكن اني افهم كيف عملية تحطيم لبروتوبورفورين حتى ينتج منه مواد اخرى. بعد هيك بنحكي عن الجلوبين. الجلوبين تشينز ار بروكن داون، بتتحطم الجلوبين الى امينو اسيدز، وطبعا الاحماض الامينية كتير مهمة لاجسامنا، بيتحطم الى امينو اسيدز which are reutilized for general protein synthesis in the body. بيعاد استخدام هذه الأحماض الأمينية حتى ينتج الجسم لإلنا بروتين، فبتساهم هذه العملية في البروتين سينثيسيس. بالتالي تحطم كرات الدم الحمراء بالشكل الطبيعي لفائدة الجسم، بيصير عندنا كرات دم حمراء جديدة. وطبعا كرات الدم الحمراء المحطمة اللي حكينا عنها هذه بيستفيد منها الجسم في المواد اللي حكيناها في شرح الرسمة أمامكم. Normal red blood cells breakdown، هذه العملية الطبيعية لتكسر كرات الدم الحمراء. بيحصل التحطم الطبيعي extravascularly في الماكروفاجز للريتيكولو اندوثيليال سيستم، وكلنا عارفين لما درسنا مادة علم الدم السريري انه الريتيكولو اندوثيليال سيستم هو البون مارو والليفر والسبلين. بالتالي هذه العملية الطبيعية بتصير extravascularly، لكن لما بيحصل عملية تكسر لكرات الدم الحمراء intravascularly هذه بتكون حالة مرضية. في عنا مصطلح رح يمر علينا خلال هذا الشابتر لما بنحكي عن أنيميا تكسر كرات الدم الحمراء، اسمه هابتوغلوبين. هابتوغلوبينز are proteins in normal plasma which bind hemoglobin. هذا الهابتوغلوبين هو عبارة عن بروتين موجودة في البلازما الطبيعية بيرتبط مع الهيموغلوبين. حكينا إنه بيرتبط مع الهيموغلوبين، إذن بكونونا كومبلكس. The hemoglobin haptoglobin complex is removed by reticuloendothelial system. هذا الكومبلكس اللي هو من هيموغلوبين وهابتوغلوبين بيحصل له ريموفينج عن طريق الريتيكولوإندوثيليال سيستم اللي هو البون مارو ليفر والسبلين. في عنا مصطلح اللي هو بيشمل حالات مرضية، بيصير عنا intravascular hemolysis. intravascular hemolysis المقصود فيها the breakdown of red blood cells within blood vessels، يعني هو تحطم كرات الدم الحمراء في الأوعية الدموية. في blood vessels بيصير عنا تحطم لكرات الدم الحمراء plays little or no part in normal red cell destruction. هذه العملية لا تحدث في الحالة الطبيعية بل فقط في الحالات المرضية. إذا عنا عملية تحطم كرات الدم الحمراء الطبيعية حكيناها كيف بتصير وماذا يطلق عليها، ولكن زي ما في هذه الرسمة اللي هي اسمها extravascularly، ولكن لما بيكون عنا بشكل مرضي بتسمى intravascular hemolysis، بيصير فيها تحطم كرات الدم الحمراء في blood vessels، وهذه طبعا بتحصل في حالات مرضية. خلينا نستعرض في هذا الشكل كيف بتتم عملية الانترافاسكولار هيموليسيس. هذه بتحدث زي ما احنا شايفين، بصير تحطم لكرات دم الحمراء بينتج عنها هيموغلوبين وبتروح على الكلية بتعمل لنا هيموغلوبينيوريا وهيموسيدرينيوريا، عشان هيك بنعرف انه بيحصل انترافاسكولار هيموليسيس ببعض الفحوصات اللي بتجرى في اليورين، وبيتكون كمان عندنا ميتهيم ألبيومين. هنستعرض طبعا هذه الحالة المرضية ونشرحها بالتفصيل بإذن الله خلال المحاضرة. نحكي introduction عن الهيموليتيك أنيميا. هيموليتيك أنيميا are defined as anemia that result from an increase in the rate of red cell destruction. لما أحكي أنا، إحنا حكينا في أول المحاضرة مقدمة عن كيف بتم تحطم كرات الدم الحمراء بشكل طبيعي. عندي كل 120 يوم ضرورة تتحطم هذه كرات الدم الحمراء وتيجي كرات دم حمراء جديدة. هذه الحالة الطبيعية وسميناها إنها extravascular. في الحالات المرضية بيصير عندنا hemolysis ولكن intravascular. هنا بدنا نحكي في هذا السلايد عن الهيموليتيك أنيميا. لما حدا يحكي لي إنه مصاب بأنيميا تكسر الدم،
إيش معناها؟ هيموليتك أنيميا تعرف بأنها هي أنيميا تنشأ عن زيادة معدل دمار كرات الدم الحمراء. مفروض إنه كرات الدم الحمراء يصير لها destruction، ولكن بالشكل الطبيعي وفي الوقت الطبيعي كل 120 يوم يصير لها destruction، لكن في بعض الحالات المرضية منشوف إنها تتحطم في أقل من 120 يوم مثلاً. بالتالي الأنيميا الهيموليتك أنيميا are defined as anemia that resulted from an increase in the rate of red cell destruction. هي أنيميا بتنشأ عن زيادة معدل دمار كرات الدم الحمراء. لكن إحنا كإنسان طبيعي في طبعاً ردة فعل للجسم إنه يعمل recovering أو يعمل compensation أو تعويض لهذا التحطيم لحتى يرجع للطبيعي، بس طبعاً كل الجسم له قدرة على تحمل الظروف اللي ممكن تجبره على تكسر كرات الدم الحمراء. بالتالي بنحكي إنه نظراً لزيادة إنتاج كرات الدم الحمراء إنه بيكون عنا إحنا عملية الإريثروبيسيس أو عملية إنتاج كرات الدم الحمراء بتصير بشكل مستمر في الجسم، وطبعاً بنعرف إنه البومر بيمتد في كل أنحاء الجسم، بالتالي بيكون عنا حالة تعويض في الجسم بنسميها compensated hemolytic disease، إنه في تكسر لكرات الدم الحمراء ولكن في من قبل الجسم عملية تعويض لهذا التكسر. فإيش بيعمل الجسم؟ The normal adult marrow is able to produce red cells at من 6 إلى 8 مرات. الجسم الطبيعي البومر الطبيعي في إنسان صحي ممكن إنه ينتج كرات دم حمراء بتصل إلى 6 إلى 8 أضعاف عمله الطبيعي حتى يعوض النقص الناتج عن تكسر كرات الدم الحمراء. هذا إذا ذكرين في علم الدم السريري سميناه البومر، وفي هذه الحالة بيكون إفكتيف بيكون فعال، إنه الجسم صار عنده حدث أدى لتكسر كرات الدم الحمراء، بس عندي البومر طبيعي بالتالي بيشتغل البومر 6 إلى 8 أضعاف شغله الطبيعي حتى يعوض هذا التكسير والجسم ما يدخل في حالة أنيميا. هذا لما إنسان يصير له هذا الشيء وناخد منه دم لحتى نشوف عدد كرات الريتيكولوسايتس، بنجد إنه هذه الحالة بتؤدي إلى ماركت ريتيكولوسايتوزيس. هذا دليل لما أنا أشوف الريتيكولوسايتس عليت معناها إنه البوم مارو شغال أو إفكتيف أو شغال بشكل طبيعي، إنه في عندي تكسر لكرات الدم الحمراء ولكن عندي نخاع العظم بعوض هذا التكسر. طب ليه الريتيكولوسايتس؟ الريتيكولوسايتس دليل إنه في إنتاج لكرات الدم الحمراء من البوم مارو. لما بتعلى عندي الريتيكولوسايتس معناها أنا بتطمن إنه هذا المريض عنده البون مارو شغال بشكل طبيعي إفكتيف، بينتج لي ريتيكولوسايتس بشكل كبير، بالتالي الريتيكولوسايتس طبعا حتصير في البلد ريد بلد سيلز، معناها إنه في إنتاج لكرات الدم الحمراء. الكلاسيفيكيشن أو تصنيف الهيموليتك أنيميا. هيموليتك أنيميا أحياناً في ناس بتولد فيها وأحياناً في ناس بتصير لها أكوايرد. هيرديتري هيموليتك أنيميا عنا وأكوايرد هيموليتك أنيميا. الهيرديتري هيموليتك أنيميا وراثية results from intrinsic red cell defects، يعني في عندي مشكلة في كرات الدم الحمراء نفسها، عندي شخص انولد بخلل وراثي عنده خلل في كرات الدم الحمراء نفسها. حنحكي طبعا عنها بالتفصيل، في ناس عندها خلل مثلا في انزيم معين، في ناس عندها خلل في غشاء كرة الدم الحمراء، حنحكي عنها ان شاء الله خلال شرح التشابتر بالتفصيل. الacquired hemolytic anemia are usually the results of extra corpuscular or environmental change. لما احكي انا عندي انيميا تكسر دم مكتسبة، هذه بتنتج عادة من سبب خارج كرات دم الحمراء أو تغير بيئي. يعني الإنسان بيولد طبيعي ولكن بيصير حدث خلال حياته بينتج عن شغلة تغير بيئي معين مثلا، فبينتج عندي مرض اسمه acquired hemolytic anemia. طبعا acquired hemolytic anemia أو hereditary hemolytic anemia هي العنوان العريض، بيندرج تحته عدة أمراض أخرى كلهم بيسموا
يصنفوا انهم هيموليتيك انيميا او انيميا تكسر الدم. في عندنا مرض بيجمع تقريبا بين النوعين السابقين اسمه باروكسيسمال نكتيرنال هيموجلوبينوريا، هذا اكسبشن لانه it's an acquired disorder، هو عبارة عن خلل مكتسب، لكن أيضا الريد سيلز فيها انترنسينج ديفكت، في مشكلة كمان في كرات الدم الحمراء، يعني بصير بيجمع ما بين الشغلتين، في عنا انترنسينج ديفكت، في عنا خلل في كرات الدم الحمراء، وفي عنا كمان acquired disorder إنه في شغلة كمان صارت خارجية أو مكتسبة. خلينا نشوف في هذا الجدول نستعرض الأمراض اللي حنشرحها إن شاء الله واحد واحد بالتفصيل. في عنا حكينا الكلاسيفيكيشن أوف هيموليتيك أنيميا، عنا نوعين أساسيين، في نوع هيريديتري وفي أكوايرد. هيريديتري حكينا وراثي، بينتج عن خلل في كرات الدم الحمراء نفسها، قد يكون هذا الخلل أول نوع في الممبرين في غشاء كرة الدم الحمراء، بيندرج تحته هيريديتري سفيروسايتوزيس وهيريديتري الليبتوسايتوزيس، هذول مرضين وراثيين. في المرض الاول اللي هو الهيريديتري سفيروسايتوزيس بصير عندي خلل في غشاء كرة الدم الحمراء، فبدل ما تاخذ كرة الدم الحمراء شكل البايكونكيف المعروف الطبيعي، بتنتج عنها خلل في شكل كرات الدم الحمراء نتيجة هذا الخلل في الغشاء، فبصير كرة الدم الحمراء شكلها بكون سفير أو دائري. هيريديتري الليبتوسايتوزيس بكون خلل في غشاء كرة الدم الحمراء، بينتج عنه كرة دم حمراء بشكل عصوي، هنشوفها إن شاء الله خلال شرح المرض. الميتابوليزم ممكن أن يكون فيها خلل وراثي ناتج عن نقص مثلا في إنزيم جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز أو نقص في إنزيم البايروفيت كايناز، هذا الخلل بيكون أيضي في أيض كرات الدم الحمراء. في خلل آخر اللي هو في الهيموغلوبين نفسه زي ما حكينا في شرح التشابتر اللي فات، مثلا الهيموغلوبين أس أو الهيموغلوبين سي أو أنستيبل هيموغلوبين. هدول الأنواع من الهيموغلوبين، في عندي خلل في الهيموغلوبين لكرات الدم الحمراء بيؤدي لتكسر كرة الدم الحمراء ويؤدي لمرض هيموليتيك أنيميا. عندي أسباب أخرى أكوايرد مكتسبة، أول سبب إنه يكون سبب مناعي إميون، عشان هيك بنحكي دائما حافظوا على مناعة جسمكم، حافظوا على صحتكم النفسية، حافظوا على صحتكم البدنية، تغذوا جيدا حتى نحصل على مناعة قوية، حتى صحتنا النفسية نحافظ عليها حتى تكون مناعتنا قوية مهما كانت الظروف المحيطة. الإميون أو السبب المناعي، أول شغلة في عندي أوتو إميون اللي هي أمراض المناعة الذاتية، في عندي منها نوعين، في وورم أنتيبادي تايب وفي كولد أنتيبادي تايب، ورح نشرحهم إن شاء الله خلال الشابتر بالتفصيل. في عندي ألو إميون، يعني في إشي أنا دخلته على الجسم الجسم رفضه، زي الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن اللي هي أنا نقلت دم للمريض بالتالي تحطم دم الإنسان المنقول له. هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن اللي هم المواليد الجدد. في عند الألوغرافس اللي هو زراعة الأعضاء، خاصة مارو ترانسبلانتيشن اللي هو زراعة النخاع. في عندي دراج أسوشيتد، يعني في عندي تكسر دم خاص بأنه المريض بياخد دواء معين بصير عنده تكسر للدم، هذه بتندرج تحت أنواع الألوميون. في عندنا كمان سيندرومز بنسميها ريد سيل فراجمنتيشن سيندرومز، في عندنا أيضا مارش هيموغلوبينوريا، في عندنا انفكشنز بتعمل على تكسر الدم زي الملاريا وكلوستريديا، في عندنا مثلا حالة بصير فيها انفكشن بالكلوستريديوم، هذه بتؤدي هذه الانفكشن اللي هي بكتيريا زي ما احنا بنعرف عصوية توجد في الأمعاء، بتصنع مادة سامة وبتعمل على الإسهال، هذه ممكن إنها تؤدي إلى تكسر كرات الدم. طيب الكيمستري أو الكيميكال أو فيزيكال ايجنتس، في بعض الكيميكال والفيزيكال ايجنتس ممكن إنها تؤدي إلى تكسر كرات الدم زي بعض الدراجز وبعض الأشياء الأخرى.
في سيكندري زي الليفر او الرينال ديزيزز بتؤدي لتكسر الدم. في عنا اللي شرحناه من قليل اللي هو الباروكسيسمال نوكتيرنال هيموجلوبينوريا. بعد هيك بدنا نحكي عن جزئية من هذا الجدول بشكل سريع في استعراض سريع عن الريد سيل فراجمنتيشن سيندرومز. زي ما احنا شايفين انه ممكن يكون شغلة العمليات اللي بنعملها في القلب زي مثلا الهارت فالفز وصمامات القلب. صمام القلب هذا طبعا بمر في كرات الدم الحمراء فحيؤدي الى عمليه ريد سيل فراجمنتيشن او تكسر كرات الدم الحمراء، فبتصير عباره عن فراجمنتس او اجزاء. ممكن وجود صمام في القلب يؤدي الى تكسر في كرات الدم الحمراء. ما هي الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض اللي عنده هيموليتيك أنيميا؟ قد يظهر عليه شحوب في الميوكوس ميمبرينز، ممكن يظهر عليه صفرة ولكن بشكل مايلد أو متوسط، سبلينوميجالي اللي هو تضخم الطحال، ما في عندهم بيليروبين في اليورين، يعني لو عملنا اليورين تيست ما بيكون في عنا بيليروبين، ولكن اليورين إذا سبناها لفترة بقيت لفترة بتتحول إلى لون غامق، بتتحول للون دارك، فمنسميها ميرتيرن دارك اون ستاندينج. لو سبنا اليورين هذا بيتحول للون دارك إذا سبناه فترة because of excess urobilinogen. اليوروبيلونوجين بيكون عندهم عالي في اليورين، يعني إذا عملنا لحدا عنده هيموليتيك أنيميا يورين بيليروبين بتظهر الريزلت زي ما في الجدول الموضح أمامكم نيجاتيف، ولكن اليورين يوروبيلونوجين بيكون عندنا بيزيد. بالنسبة للبيجمنت البيليروبين جولد ستونز may complicate the condition، ممكن إنه يكون عندي حصوات مرارة بتعمل complication لهذه الحالة اللي هو وجود البيليروبين. في حالات نادرة ممكن يصير عندهم فوليت ديفيشنسي، نقص في الفوليت بسبب أو caused an aplastic crisis in which the bone marrow is megaloblastic. نقص الفوليت بيؤدي لكبر حجم كرات الدم الحمراء، ولكن هذه بتحصل في حالات نادرة. نيجي لشغلنا كتحاليل طبية laboratory findings. يا ترى حدا عنده hemolytic anemia إيش ممكن أشوف في مختبري أو في مختبر المستشفى له تحاليل بتميز الحالة إنها hemolytic anemia. The laboratory findings are divided into three groups. في أول group اللي هو تحاليل بنستنتج منها إنه بتنتج عن زيادة تحطم كرات الدم الحمراء. في مجموعة أخرى زيادة الريد سيل برودكشن، زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء، وفي المجموعة الثالثة اللي هو بزيد الدمج للريد سيلز فبينتج عنه أشكال متعددة وتحاليل بتبين لنا إنه زاد الدمج. أول مجموعة اللي هو زيادة تحطم كرات الدم الحمراء بينتج عنا زيادة في البيليروبين. اليوروبيلونوجين بيزيد في اليورين. الهبتوغلوبين أبسنت. ليش أبسنت الهبتوغلوبين؟ لأنه الهبتوغلوبين لا يوجد عندنا هبتوغلوبين، لأنه بيصبح الهبتوغلوبين مشبع بالهيموغلوبين، وهذا الكومبلكس زي ما حكينا سابقا removed by reticuloendothelial system. بالتالي فإن الهبتوغلوبين لما نيجي نشوفه في تحليل بيكون absent لهذا السبب، لأنه بيعمل هذا الهبتوغلوبين become saturated with hemoglobin and the complex is removed by reticuloendothelial cells. تاني مجموعة من التحاليل اللي هي نلاحظ فيها نستنتج منها زيادة أو increased red cell production، زيادة في إنتاج كرات الدم الحمراء، اللي هي الريتيكيولوسايتوز، الزيادة في الريتيكيولوسايتس. حكينا سابقا انه اذا شفت انا زيادة في الريتيكيولوسايتس معناها انه البوم مارو شغال بشكل جيد.
البون مارو إريثرويد هايبربليزيا، في عندي إنتاج كرات الدم الحمراء بشكل أعلى. النورمال مارو مايلويد للإريثرويد، نسبة المايلويد للإريثرويد في الحالة الطبيعية ما بين 2 ل 1 إلى بتصل حتى 12 إلى 1، يعني عندي بمقدار إنتاج كمية من الإريثرويد في مقابلها مرتين أو 12 مرة مايلويد. هذه بتصير 1 إلى 1، هذا دليل إنه زيادة في إنتاج الإريثرويد بصير للناس اللي عندهم هيموليتيك أنيميا. دامج ريد سيلز، إيش الأشكال اللي ممكن أشوفها؟ في عندي مايكروسفيروسايز، كرات دم حمراء بشكل دوائر صغيرة، مايكروسفيرو، مايكرو يعني صغيرة الحجم، سفيرو يعني بشكل دائرة، سايتس اللي هي سيلز يعني مايكروسفيروسايز، خلايا دائرية صغيرة. ممكن إني أشوف كمان الليبتوسايتس اللي هي خلايا هيك بشكل عصوي، أو إني أشوف فراغمنتس، وطبعاً حناخدها هذا بتفصيل كتير في معمل بخص ريد بلاد سيلز، كل أشكالها الطبيعية والغير طبيعية والأمراض اللي بتنتجها. فراغمنتس إني بشوف أجزاء من كرات الدم الحمراء. في عنا كمان تست الأوزموتك فراجيليتي، هشاشة أو الهشاشة الأسموزية لكرات الدم الحمراء، بنعمل التست هذا للمريض وبنعرف بعد هذا التست إنه عنده هيموليتيك أنيميا. وهذا الموضوع إن شاء الله رح ينعطاكم في العملي كهوم وورك، أنتوا تاخدوا موضوع الأوزموتيك فراجيليتي وتبحثوا كيف بنعمل هذا التست وتجيبوا لي إياه كهوم وورك. بالنسبة لسبيسيفيك إنزيم أو بروتين أو دي إن إيه، بالنسبة لبعض الفحوصات الإنزيمية لبعض الإنزيمات أو البروتينز أو بعض فحوصات الدي إن إيه بتظهر عندي وجود الهيموليتيك أنيميا، بعرف سبب هذه الهيموليتيك أنيميا. intravascular and extravascular hemolysis، في عنا آليتين كيف إنه الريد سيلز are destroyed in the hemolytic anemia. في عندي آليتين أو 2 من الآليات لتحطم كرات الدم الحمراء في الهيموليتيك أنيميا. يا بيكون عندي excessive removal of red cells by cells of the reticuloendothelial system، اللي هي بنسميها extravascular hemolysis، عندي زيادة في تحطم كرات الدم الحمراء، أو إنه يكون في عندي تحطم directly in the circulation، مباشرة في السيركوليشن زي ما بصير في الانترافاسكولار هيموليسيس. حكينا انه الانترافاسكولار هيموليسيس بصير في الحالات المرضية، الاكسترافاسكولار هيموليسيس بصير في الحالات الطبيعية. ما هي اسباب الانترافاسكولار هيموليسيس؟ الانترافاسكولار هيموليسيس قد يكون سببه مسماتشنج في البلاد ترانسفيوجن، يعني انا نقلت للمريض هذا دم بعدها صار عنده هيموليسيس أو تكسر ناتج عن المسماتشنج. الجي 6 بي دي ديفيشنسي ود أوكسيدانت ستريس، يعني في إذا بتسمعوا بمرض اسمه أنيميا الفول، في بكون الشخص بيتناول في موسم الفول الأخضر مثلا، الفول ذو الحبة العريضة هذا الفول، بعد هيك بيهزل جسمه، ممكن يودوه للمستشفى. اللي حصل بيكون انه هذا الشخص عنده مرض وراثي، عنده نقص في الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز، هذا انزيم في عنده نقص وراثي هذا الشخص، لما في حال تناوله للفول هذا او تناوله لبعض الادويه اللي بتؤدي لظهور هذا المرض، احنا مندخله في حالة استرس، بالتالي بيصير تكسر لكرات الدم الحمراء، بس ترجع كرات الدم الحمراء تتكون، بيصير هذا الشخص دمه كويس، بس بمجرد انه تناول مثلا حمص او فلافل او فول اخضر او هذه البقوليات بيصير عنده تكسر في الدم وبيوطى عنده الهيموغلوبين. طبعا هذه الحالة المرضية رح نشرحها بالتفصيل كمرض منفصل بإذن الله خلال كورس علم الدم التشخيصي Diagnostic Hematology. في من أسبابه كمان الانترافاسكولار هيموليسيس ريد
سيل فراجمنتيشن سيندروم، من اسبابه ايضا اوتو اميون هيموليتيك انيميا، دراج او انفكشن اندوست هيموليتيك انيميا. اذا ممكن الهيموليتيك انيميا تكون مرض اوتو اميون مناعه ذاتيه، ممكن انه ينتج عن ميديسن او ممكن ينتج عن دواء معين، ممكن ينتج عن نوع انفكشن معين زي ما حكينا من شويه بعض انواع الانفكشن اللي ممكن ينتج عنها هيموليتيك انيميا. في عندي كمان حاله بروكسيسما النكتين الهيموغلوبينوريا، في عندي مارش هيموغلوبينوريا وانستابل هيموغلوبين. هذول كلهم ان شاء الله راح نستعرضهم ونشرحهم حاله حاله خلال هذا التشابتر. نبدا بالانترافاسكولار هيموليسيس. الانترافاسكولار هيموليسيس الفري هيموغلوبين هذا اللي هو خرج من كرات الدم الحمراء بعد تكسر الهيموغلوبين، حكينا انه بينتج الفري هيموغلوبين released with rapidly saturated plasma haptoglobin. راح يصير ريليز لهذا الهيموغلوبين وبعد هيك راح يعمل لي saturation للهابتوغلوبين. الاكسس فري هيموغلوبين اللي فري هيموغلوبين الزائد is filtered by the glomerulus. هذا بيتفلتر بالجلوموريولس. اذا الريت اوف هيموليسيس ساتوريتس ذا رينال توبولار ريابسوربشن كاباسيتي، اذا هذا معدل تكسر كرات الدم شبع قدره انابيب الكليه هذه على اعاده الامتصاص، الفري هيموغلوبين بيدخل اليورين. فري هيموغلوبين انترز يورين. الايرون ريليزد فروم هيموغلوبين in the renal tubules is seen as hemosiderin in urinary deposit. هذا الحديد اللي صار له ريليز من الهيموغلوبين في الرينال توبيولز بنراه بشكل هيموسيدرين في ترسبات اليورين. طبعا راح نستعرضه ان شاء الله لما نستعرض كيف التحاليل اللي بنشوفها للشخص المصاب بالانترافاسكولار هيموليسيس. في عندي كمان الميت هيم البيومين also formed بيتكون from the process of intravascular hemolysis. ايش هو هذا المصطلح؟ هو عبارة عن pigment brown يعني صبغة بنية اللون formed in the blood by the binding of albumin with heme. بتتكون في البلد عن طريق البايندينج او الارتباط ما بين الالبومين والهيم. indicative هذه بتعتبر indication للانترافاسكولار هيموليسيس. خلينا نيجي على الجزء الخاص بالتحاليل الطبية most interesting for us. المين لابراتوري فيتشرز في الانترافاسكولار هيموليسيس حيكون ايش هي العلامات الأساسية لاني احكي انه الحالة قد تكون انترافاسكولار هيموليسيس. هيموغلوبينيميا، في عنا في الدم هيموغلوبين، في عندي هيموغلوبينيوريا، في عندي كمان هيموغلوبين في اليورين، في عندي هيموسيدرينيوريا هيموسيدرين في اليورين، في عندي كمان ميتهيم البيومينيميا اللي هو بنكشفه عن طريق السبكتروفوتوميتر. هذا الشكل اللي امامكم خلينا نتدرج من اليسار حتى اليمين. شوفوا كم غامق لون اليورين في اليسار وبيبدا يفتح شويه شويه حتى يوصل اولموست للنورمال في اول انبوبه على اليمين. هذه بتمثل لي بروجريسيف يورين سامبلز ان ان اكيوت انترافاسكولار هيموليسيس شوينج هيموغلوبينوريا اوف ديكريزينج سيفيريتي. يعني في اول عينة على إيدنا اليسار عندنا كتير هيموغلوبينوريا، بعد هيك بتبدأ تخف السيفيريتي حتى نصل إلى اللون الأصفر اللي almost normal. في الرسمة اللي تحتها اللي هي صبغة الحديد اللي شرحنا عنها في التشابتر اللي فات، لم الصبغة هذه اللي سميناها بيلزستين أظهرت في اليورين عندنا ترسبات من الهيموسيدرين فمنشوفها بالشكل الأخضر زي ما موضحة أمامكم في الشكل. هذا الجزء الأول من شرح التشابتر وإن شاء الله حنستكمل شرح الهيريديتري هيموليتيك أنيميا في الجزء القادم. شكراً.